الورشات مال الصناعه القوالب ما قوالب هم كانوا ما يسمونهم قوالب وهناك تنباع هناك عرض هناك اي بس العمل هناك حتى تصل ما تصل هي بس ما في ذهب وفضه ما لازم هناك مال زين مال زين لا يسوي سراجين اكو كم واحد موجود بس بعد احنا نفس مكاننا لحد مكاننا يمكن او المكتبه الدارفتي العراقيه اكو كم واحد اما بدايه الشارع الجديد
كان اخر واحد هو محمد غازي الاخرس. هو ابن خاله من زمان موجود في ابو فراس. هاي كانت شيء، اما سنه 90 اول واحد جاي من البشر. ما قبل كم ما كانت مكتبات القصصيات في الثمانينات والسبعين، يعني كنت طالب الاعداديه المركزيه في افكار مطابع الايمان والميناء القديمه والزهور والحكمه، هاي المطابع القديمه بعدين تحولت ولا التسعينات صارت مكتبات وبسطيات. المكتبات جات اكثرها بسوق السراحيه. والله ما شايف Thank you.